السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة ثانية في الساينس فور برايمري فور. أنا دكتور محمد مدحت، معايا النهاردة ملك. إزيك يا ملك؟ ازيك؟ معايا كمان حازم. إزيك يا حازم؟ الحمد لله معانا كمان معايز، ضيف جديد النهاردة. إزيك يا معايز؟ الحمد لله. إحنا هنتكلم النهاردة عن how animals use communication system. هنتكلم عن communication system أو وسائل التواصل أو نظام التواصل ما بين المخلوقات وبعضها. قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق فسوى وقدر وهذا فهدى. خلق فسوى، خلق كل الكائنات وسواها أحسن تسوية، وقدر معايشها وقدر أرزاقها وهداها لما فيه صلاح دنياها وصلاح إيه؟ آخرتها برضه. خلاص كده؟ طيب يا ترى عندنا مجموعة دلوقتي بقى من الأنيمالز زي الأنت اللي هي الإيه؟ نملة. النمل. أنتس اللي هو النمل عندهم طريقة لأن هم يتواصلوا مع بعض برضه. طيب يا ترى النمل انتس عندهم وسيله للكوميونيكيشن بيتواصلوا مع بعض؟ أيوة. ايوه. هل ربنا قال لنا كده؟ ايوه ربنا قال لنا كده في القران الكريم. تعالوا ناخد مثال الاول في القران الكريم في سوره النمل وبعد كده نتكلم ان شاء الله. لحظه واحده. ربنا في سوره النمل بيقول لنا ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. يعني وورث سليمان داود، يبقى مين اللي مات؟ سليمان. لا داود. وورث سليمان داود، يبقى مين اللي مات؟ داود. ده بابا خلاص، وهو اللي ورثه. وارث بقى يعني ايه؟ كل الاملاك بتاعته هو اللي ايه؟ اللي ورثه. وورث مش الاملاك بقى، الاهم من ده كله ورث الرساله، ورث النبوه. بقى هو النبي اللي بعد ايه؟ سيدنا داود. خد العلم من بعده. وقال يا ايها الناس، بيكلم بقى الرعايه بتوعه، بيقول لهم ايه؟ علمنا منطق الطير. يعني ايه علمنا منطق الطير؟ يعني ربنا علمه ايه؟ الحته. لا منطق يعني النطق بتاع الطير. وهم بيتكلموا، بيفهم لغه مين؟ الطير. لغه الطيور. مش الطيور بس، ده طلع كمان بيفهم لغه الحيوانات كلها. أيوة. كمان كان بيفهم لغه النمل حتى. مين ده؟ سيدنا سليمان. يبقى ربنا اداله ملك وعلم ما اداهوش لحد قبل كده، لدرجه انه علمه ايه؟ لغه الطير. لغه الطير ولغه مين؟ الحيوانات. الحيوانات كلها منها النمل. قال علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء، يعني ربنا اداله نعم عظيمه من كل حاجه. ان هذا لهو الفضل الايه؟ المبين، الفضل الواضح الكبير من ربنا. وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس. هو الطير يبقى امر انه الجنود بتاعته كلها ايه؟ تجتمع. جنوده كانت من مين بقى؟ مش من الناس بس، لا، جن، الجن العفاريت والانس والطير. حقيقي خلاص. فهم يوزعون، متوزعين كل واحد في مكان. سمعت أشرار؟ لا موجودين. هم أشرار؟ لا، مش في من الجن أشرار وفي مش أشرار. تعال بس نكمل. حتى إذا أتوا على وادي النمل، يبقى سيدنا سليمان ماشي خلاص، هو وإيه؟ وجنوده والجيش بتاعه كلهم اللي فيهم ها جن وإنس وإيه؟ وطاير، متوزعين كل واحد في مكانه وماشيين بقى رايحين مهمة. حتى إذا أتوا على وادي النمل، أول حاجة نفهمها من هنا إنه النمل بيعيش في مجموعات بيسموها كولونيز. كولوني يعني مستعمرة. مجموعة إيه؟ كولونيز. يبقى ما فيش نملة عايشة لوحدها كده، لا، ده بيعيشوا بإيه؟ بآلاف النمل مع بعض في مجموعات في حتت معينة. لما المنطقة دي ما دام مأهولة بالنمل الكثير فربنا سماها وادي الإيه؟ وادي النمل. فبيقول إيه؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، قالت نملة، إذا النملة بيتكلم أهو، بيقول أهو. بس هل إحنا، طب إحنا ليه مش بنسمعه؟ عشان شايفين الكود بتاعها، شايفين ومسمعينها كويس. ممكن صوتها يبقى واطي جدا، ممكن مش عارفين وممكن مش عارفين لغتها أصلا، الكود بتاعها صح؟ يعني ممكن حتى لو سمعناها ممكن إيه؟ يعني لو حطينا مكبر بالصوت جنبيها كده مش هنفهم. لازم نكون فاهمين اللي إيه؟ الطريقة اللي بتتعامل بيها، وإيه الإشارات اللي هي بتطلعها؟ ما هي لازم تسند انفورميشن وتريسيف إيه؟ انفورميشن. فقال قالت نملة، يبقى النمله هتتواصل دلوقتي، تعمل كوميونيكيشن مع بقيه الايه؟ النمله. شوفوا قالت ايه؟ قالت يا ايها النمل، يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني ايه؟
يعني هما بتقول لهم الحقوا خشوا ايه يا ايها الناس ادخلوا ايه مساكنكم عشان بيوتكم. سليمان هي ممكن يتسكوا ممكن ممكن سيدنا سليمان وهو وجنوده وهم ماشيين يعملوا ايه ايوه ممكن يحطموكم انتوا نمل ضعيف. فاذا شوفوا النمله دي قد ايه كانت هي نشيطه وقد ايه. طب النمله دي بقى يا ترى انا هديكوا اختيار من ثلاثه. يا ترى النمله دي وظيفتها واحد، هل هي دي من النمل اللي بيربي العيال؟ لا. ولا دي استنوا بس خلاص بيسموها نيرسينج انت، ولا دي من السكاوت انت اللي هي النمل اللي بيطلع يستطلع يشوف هل في اكل ولا لا، ولا سولجر انت اللي هي النمل اللي بيحذر من الخطر؟ سولجر. يبقى هي مين؟ سولجر. لا سولجر تحمي المكان. ايوه ما هي بتحميه وتحصر يبقى فعلا. يبقى لحظه كده بقى نقف هنا ونقول حاجه. كان عندنا ايه بقى؟ الانس ليه ليه؟ نعم ادي نعم بس انا مره في معلومه كده في ال في الانجليش لقيت بيقول لي بان النمل سترونجر ذان هيومنز. هبقى اتكلم على ده بعدين بس المهم ادي ايه نمله ايه. المهم النمله دي طيب. كانها ايه قعدت تزعق او تقول للنمل اللي باقيهم بتقول لهم ايه ها يا ايها النمل ايه ادخلوا مساكنكم. طيب هو ربنا قال لنا كده، قالت لهم ادخلوا مساكنكم. هل لازم يكون طلع صوت ومكتوب والصوت ده بيتقال كلمه ادخلوا مساكنكم، ولا قالت بطريقه عملت حاجه هم فهموها؟ لا عملت حاجه هم فهموها الاثنين. خلاص الانت دي بقى اولا عرفنا انها نوع من الانس اسمه سولجر انس. دول اللي بيحموه. خلاص سولجر انس دول اللي هم وظيفتهم ايه؟ سولجر انس دول يحموا الناس يحموا النمل التانيين. ايوه دول اللي المفروض ان هم بي 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 بيدوا مسج عشان يكوميونيكيت مع الايه مع بقيه الانس لو كان في دينجر نير باي، لو في خطر قريب تحذرهم من الايه من الدينجرز. خلاص يعني لما يبقى في خطر دينجر خطر دي تقول لهم لازم دي نوع من السولجر انس. خلاص قالت لهم ايه ادخلوا مساكنكم خلاص لا يحطمنكم سليمان وجنوده. طب هي كده كانها بتقول على سيدنا سليمان بقى قصد يحطمهم؟ لا لا اتهم لا ايه لا يشعرون يعني ممكن هو مش واخد باله. طيب ربنا بقى خلينا نقول الاول طب ازاي هي بلغتهم كده؟ لما العلماء بقى لما جم يدرسوا السولجر انز دي لقوا ان السولجر انز دي بتطلع ريحه سمير مسج بتطلع ايه؟ ريح رائحه زي بابا الريحه دي مين بيشمها؟ النمل. لا النمل الثاني. فالريحه دي هي بتطلع ريحه معينه معروفه من السولجر اند لو هي طلعتها معناها ان في ايه؟ خطر. ان في خطر. يوم هم يجروا على طول على فين؟ على المساكن. خلاص ده اللي احنا شفناه بس ربنا قال قالت يبقى هي يمكن برضو قالت. خلاص الحاجه الثانيه بقى طب سيدنا سليمان سمعها؟ لا. هو ايه ربنا هنشوف بقى شافهم لا لا تعالى عشان ربنا علمه منطق الطير مش كده؟ ايوه تعالوا كده نشوف نكمل نشوف سيدنا سليمان عمل ايه لما هي قالت يبقى حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها. طب هو هيضحك ازاي غير لو كان فهمها؟ ايوه ما هو فهمها عشان ربنا علمه يبقى فهمها فتبسم ضاحكا من قولها وقال طب هي كده دي نعمه كبيره ليه ولا لا؟ عشان كده كان لازم يعمل ايه لما الواحد يجي له نعمه كبيره؟ يشكر. قال لي ايه بقى؟ وقال رب اوزعني يعني يا رب. بس لغتهم ما بيعرفش يتكلم زيهم؟ لا ما هو بيتكلم هو فهمها وممكن ربنا بيخليهم هم يفهموا عادي ممكن. خلاص يبقى وقال رب اوزعني ايه بقى؟ يعني يا رب اقدرني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الايه؟ الصالحين. كده يبقى احنا خدنا ان النمل
اولا خدنا من الايات دي بقى شويه معلومات. تعالوا بقى نشوف ايه المعلومات اللي ايه اللي احنا خدناها. اول معلومه النمل. النمل ده نوع من الايه؟ من الحيوانات صح؟ النمل. تعالوا بقى نشوف هذا النوع من الحيوانات اولا او انس طلع منه في اولا عرفنا عنه شويه حاجات. واحد ان هو lives in colonies يعني بيعيش في مستعمرات، ما بيقعدش لوحده، مش كل واحد عايش لوحده كده خلاص، لا يبقى بيعيش في ايه؟ في مستعمرات. مستعمرات يعني عباره زي اوديه مليانه ايه؟ نمل. جروب. ماشي؟ جروب من النمل. دي جبناها من كلمه ايه؟ وادي النمل صح؟ طيب الحاجه الثانيه ان النمل ده في منه انواع تايبس. سولجر. قلنا بقى ان الانواع دول هيبقوا ثلاث انواع. اللي شفناها دي مين؟ سولجر. ايوه سولجر انت. سولجر يعني يعني جندي، بس هي مقصود يعني هي ايه اللي هي المفروض بتعمل ايه بقى؟ بتحميهم. بتحميهم بتبلغهم ان في دينجر، زي النمله بتاعت سيدنا سليمان دي. أيوه. خلاص. طيب في نوع تاني من الانت اسمهم نيرسينج انت. نيرسينج يعني الحاضنه. يعني اللي هي ايه بقى؟ الام. ماشي. ده اللي هم صغار النمل عايشين ايه؟ قاعدين معاها. يبقى هي ايه؟ ام مثلا. نعمل لها شعر بقى. ومعها بقى النمل الصغير بقى ده كده. هي بقى ايه بتاكلهم وتشربهم وكده. عايشين. خلاص؟ ما هو لازم يبقى شوف هم منظمين نفسهم ازاي برضو؟ يعني عندهم مجموعات من النمل يربي النمل الصغير. ونمل تاني يحذرهم من الخطر، طب هو ناقصهم ايه بقى؟ الاكل بقى. فيجي السكاوت انتس. سكوت ماشي. ايه السكاوت انتس دول بقى؟ السكاوت انتس دول وظيفتهم ان هم ايه لما يلاقوا اكل برضه يبعتوا مسج عشان مين يعرف ان الاكل موجود. بيسموه نمل الاستطلاع. استطلاع لو كشافين يعني. ايوه كشاف. خلاص يروح يخرج كده يدور على ايه؟ على الاكل. على الاكل عشان يدور على الفود. وبيبعتها برضو في السيملي مسج للنورس. يبقى مين بقى بي تيك كير اوف سمول انتس؟ نورس كير. نورسينج. ايوه نورسينج انتس صح. اللي هي شبيهه بتون بالام. يبقى دي تيك كير اوف انتس سمول انتس مش كده؟ وبتاخد بالها من طيب عارفين بقى حد حافظ سورة قريش؟ لا. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. لحظة بقى، رب هذا البيت اللي هو ربنا. ربنا بيقول لنا اعبده ليه؟ هو عمل لنا ايه ربنا؟ الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دول كام نعمة كده؟ نعمتين. نعمة الإطعام لما الواحد يبقى ايه؟ جعان. ونعمة الأمن لما الواحد يبقى ايه؟ خايف. قولوا لي بقى مين من دول يعتبر سبب في نعمة الأمن لما يبقى فيه خوف؟ سولجر. يبقى دول بيمثلوا الأمن من الخوف صح؟ طيب ومين يمثل الإطعام من الجوع؟ سكوت. لا هو اللي بيدور بس. ده بيدور وبيجي بيدلهم على الأكل ودول اللي بيأكلوا، فالاثنين دول يعتبروا ايه بقى؟ لا ده اللي بيدور. أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فشوفوا ازاي ما ربنا عمل البشر عمل كمان لمين؟ للنمل. مفيش ده مفيش ده ولا مفيش ده مفيش صح. الاثنين دول محتاجينهم مع بعض. يبقى ثلاث انواع الايه؟ الانس سولجر انس دول لما يبقى في دينجر. طب هم معلش ايه بقى المسج اللي بيطلعوها؟ يا ترى بينوروا؟ لا بيطلعوا اصوات. طلع بيطلعوا ايه؟ ريحه سمال. أيوة. يبقى هم لازم يكونوا يشموها. جامدين في هم. ايوه هم شاطرين في الشم. يبقى المسج اللي بيطلعوها بس طبعا اكيد الريحه دي اللي هتطلع من هنا غير الريحه ايه اللي هتطلع من النيرسينج، غير الريحه اللي هتطلع منين؟ من السكاوت. السكاوت هتعمل لهم ايه؟ خلاص هتبعت لهم ايه؟ تقول لهم مسج تعالوا ده في اكل الناحيه دي. فيجروا وراها لما يشموا الريحه يجروا وراها عشان يروحوا يجيبوا الايه؟ الاكل. بس دي ايه هتعمل دي بقى الصغير بتعمل ايه بقى؟ بتاخد بالها من العيال ولما الاكل يخلص عندها تطلع ريحه. الريحه دي توديها لمين؟ للسكاوت. السكاوت نيرس دي تعمل ايه؟ سكاوت قصدي انت تعمل ايه؟ تروح تدور على الاكل. طب لما تلاقي اكل
تطلع يعني ريحه. سميلي مسج يبقى للاثنين بقى للنيرسينج. طيب امال السولجر دي قاعده كده ايه تحرس عشان خطر، لو لقت في خطر تقول يا ايها النمل ادخلوا ايه مساكنها. احنا بقى اللي اكتشفناه حتى الان يعني ربنا قال لنا كده، بس اللي احنا اكتشفناه انها بتطلع سميلي مسج لما بيشموها يطلعوا يجروا يدخلوا الايه المساكن بتاعتهم. بس برضه بيقول عشان ده اللي صح ربنا قال كده. هل بقى النمل كده بيكوميونيكيت ويز ايتش اذر؟ ايوه بيكوميونيكيت. طب حصل بقى انه ان يبقى النمل ده بيكوميونيكيت مع الايه مع بعض. طيب دي معلومه اللي خدناها النهارده، خدنا ان الانيمالز كان كوميونيكيت. طيب الانيمالز كده بتكوميونيكيت، النمل بيكوميونيكيت باي طريقه؟ بالايه؟ بالسميل مسجز صح كده. طيب يا ترى بقى البشر بيكوميونيكيت بايه؟ الساوند والموفمنت والموفمنت والصوت وحاجات كتير. ممكن لو اطبطب عليك دي موفمنت ماشي تاتش وكده، وممكن لما انا اتكلم ده بالساوند، ممكن لما ابتسم بس في وشك او اعمل لك كده باي باي ده بالايه باللايت. انت دلوقتي عملت حركه بس انت شفتها موفمنت ولايت خلاص فهمنا كده. خلينا بقى ايه هناخد كمان شويه دلوقتي في الفيديو اللي جاي ان شاء الله نوع غريب قوي من الانيمالز بيكوميونيكيت بطريقه غايه في الروعه. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.